عاملين ايه؟ صباح النور ابلاص. كويسين كويسين يلا نقفل المايك يا حلوين. وحشتينا يا تيتشر. وانتوا وحشتوني جدا. بصوا حبايبي شغله يا تيتشر. ثانيه واحده انتوا كان في مين ما كانش داعت؟ كانت ايتن اللي اخرت صورتها علشان كده الشجره بتاعتكم ما خلصتش امبارح، اتعطلت عليها معلش ومبطرت ما نزلش بقيه الفصول علشان خاطركم. فان شاء الله ايتن بعتت لي الصوره امبارح بالليل، هحطها النهارده هضيفها للشجره بتاعتكم، وان شاء الله بكره الصبح هتلاقوها منوره. خلاص محدش يفتح المايك من غير ما يستاذن. نعم يا توتو. يعني هو انت بتقدري تشوفي الصوره الجديده تبعتي دلوقتي؟ دلوقتي على التيمز ولا الصوره اللي بعتيها؟ لا على التيمز يعني. شايفه صورتك هي اللي انت حطاها من الاول يا تالا. انت حطيتي صوره جديده؟ بس كانه ما اجا يعني لما شفت يعني كانه بفكر. لا يا تالا هي صورتك القديمه هي المحطوطه. قمر يا تالا عايزه تغيريها ليه؟ جميل. يعني كويس. تيتشر انا حسيت صورتي وانا كنت في سنه اولى. خلاص يلا اقفل المايك بسرعة جدا. ولا لسه؟ لسه؟ اقفلوا المايك بسرعة جدا جدا. يلا قصة جديدة، كل يوم عندنا قصة جديدة. تعالوا نشوف قصة النهاردة ايه يا حلوين. استنوني ثانية واحدة. قصة النهاردة عن أسد وثيران ثلاثة. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. عاش في الغابة أسد مفترس وثلاثة ثيران أبيض وأسود وأحمر. آدي الأسد المفترس المنكوش ده والثلاث ثيران هم أحمر وأبيض وأسود. وكان الأسد يحاول بين فترة وأخرى أن يهجم على هذه الثيران ليسد جوعه. الأسد بين فترة والتانية بيهجم على الثيران دي علشان هو جعان وعاوز ياكل. وبعدين لكنه لا يستطيع فعل ذلك لأنها كانت دائما مجتمعة كأصابع اليد. كانت دائما الثيران الثلاثة مجتمعين مع بعض زي أصابع اليد بالظبط. شوفي شايفين اصابع اليد؟ ينفع صبع يمشي مع اصحابه ويسيب بقيه الايد؟ لا، هم على طول متجمعين. فهو مش قادر عليهم مهما كان قوي، بس هم عددهم اكتر منه فالكثره هتغلب الشجاعه. زي ما يكون ولد في الصف الخامس لوحده وصغار ثلاث او اربع اولاد من الصف الاول، مين فيهم اللي هيفوز؟ ولد لوحده من الصف الخامس ولا ثلاثة أو أربعة أولاد من الصف الأول؟ ثلاثة أولاد. علشان هم عددهم أكتر. تعالوا نشوف الأسد بقى المكار ده عمل إيه. حدث الأسد نفسه قائلا: الكثرة تغلب الشجاعة وفي الاتحاد قوة، فلا بد لي إذا من طريقة أفرقها بها لأحصل على ما أريده. فاهتدى الأسد إلى حيلة تمكنه من غايته وتفرقها. الأسد قعد يكلم نفسه، قال ده هم عددهم كتير والكثرة هتغلب الشجاعة والاتحاد بتاعهم ده هيخلي عندهم قوة. طيب أفرقهم إزاي؟ قعد يفكر لحد ما لقى الحل الوحيد إنه هو لازم يفرق بينهم، يعمل أي حيلة تخليهم يتفرقوا عن بعض عشان يقدر ياكلهم. اقترب الأسد من الثيران واقترح عليها أن تصبح أصدقاء له، فقبلت الثيران صداقته لظنها أنه ملك الغابة سيحميها من الأخطار التي قد تعترضها. راح رايح لهم، قعد يفكر في الحيلة لحد ما وصل للحل ده، إن هو يروح يقول لهم: إيه رأيكم نكون أصدقاء؟ أنا عايز أبقى صاحبكم. فالثيران قبلوا وافقوا. ليه بقى؟ لأن هم عارفين إن هو ملك الغابة وإن هو قوي وإن هو محدش هيقدر عليه وهيحميهم من أي خطر يواجههم، فوافقوا فورا على الصداقة دي. بعد أيام سابهم حبة أيام صغننين كده علشان يحسوا بالأمان. ذهب الأسد إلى الثورين الأحمر والأسود وقال لهما: أنتما صديقاي
ولونكما نفس لوني ووجود ثور أبيض بيننا خطر علينا لأنه يدل علينا ببياضه فاسمح لي أن آكله فموته خير لنا. عمل إيه بقى المكر ده؟ راح جاب الأسد الثور الأحمر والثور الأسود قال لهم بصوا لوني شكله قريب من لونكم إزاي، لكن الثور الأبيض ده لونه مختلف عننا هيخلينا باينين قدام الناس وكده ممكن نتعرض للأخطار. قالوا له طيب ايه؟ قال لهم لا اسمحوا لي بقى ان انا اكله عشان نبعد الخطر عن نفسنا ونعيش في امان. زي ما يكون في مجموعه اولاد كلهم لابسين لون اسود وولد وحيد بينهم لابس لون ابيض، هيبقى شكله باين وسطهم ولا لا؟ هيبقى ظاهر ان اول ما حد يدخل اكيد هو اللي هيلفت الانتباه لانه مختلف عن الاخرين، فهو ضحك عليهم علشان كده وقال لهم لازم اكله. عملوا ايه بقى؟ خافوا على صاحبهم، طبعا لازم يخافوا عليه. تعالوا كده نشوف. وافق الثوران، دول وافقوا الأسود والأحمر، فقال لنفسيهما الأسد على حق سنسمح له بأكل الثور الأبيض، فهجم الأسد على الثور الأبيض وأكله. أول ما لقاهم وافقوا هجم عليه بسرعة وأكله. ومضت الأيام وجاء الأسد إلى الثور الأسود مستخدما الحيلة نفسها وقال له إن لوني مثل لونك فدعني آكل الثور الأحمر لكي نعيش معا بأمان في الغابة. راح رايح للثور الأسود للأحمر الأول قال له إيه؟ راح للثور الأسود قال له أنا شايف إن الثور الأحمر لونه مختلف عني أنا وإنت وكده هيلفت الانتباه لينا، أنا لازم أكله عشان أعيش أنا وإنت بس في أمان. الأسد الأسود يا ترى رفض علشان كده هيبقى بيخون صاحبه التاني؟ لا، وافق وهو واثق في كلام الأسد. وحين لم يبقى إلا الثور الأسود أقبل عليه الأسد قائلا لقد جاء الدور عليك لآكلك. وهنا أحس الثور بندم شديد على خيانته لصديقيه فرد الثور الأسود دعني أنادي ثلاثا. فقال له الأسد افعل، فنادى لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض. أنا اتكلت يوم ما الثور الأبيض اتاكل. ليه؟ لأن هو كان أول ثور من أصدقائه يسمح للأسد إن هو يأكله. لو هو ما كانش وافق أول مرة ما كانش الدور هيجي على الثور الأحمر وفي الآخر الدور هيجي عليه، كانوا هيظلوا مع بعض متحدين ومحدش يقدر عليهم أبدا، لكن تفرقتهم دي هي اللي خلتهم ضعاف. حلوة القصة؟ يلا يا ريل. عبلة حلوة قوي. يلا ريل. هالقصة حلوة قوي يا عبلة. طب يلا نقفل المايكات حبايبي. ريل. أول ما شفته كنت أول ما شفت الأسد إيه افتكرته زيب. فإيه أول ما شفت التيران افتكرتها خرفان. ماشي يلا. عايزة ريل. حلو. ريل مش بترد. أريا أريا أنا ريل. يلا يا ريل. طيب بما يعرف الأسد، الأسد معروف بإيه يا ريل؟ مكار. مكار مكر. هو إيه؟ ملك الغابة. ملك الغابة. ملك الغابة. برافو. الأسد ملك الغابة ومعروف عنه الشجاعة. طيب عايزة ولد بقى. مين؟ مروان. أيوة تيتشر. يلا يا مروان. بما تميز الأصدقاء الثلاثة قبل مصاحبة الأسد، قبل ما الأصدقاء يصاحبوا الأسد كان في بينهم ميزة حلوة جدا، إيه هي؟ ممكن أنا يا تيتشر؟ مش عارف يا مروان؟ أنا عارف. ثواني نديله فرصة. ممكن أقولها أنا؟ يوسف فؤاد. أنا بختار الأسماء مش أنا قلت بترفع إيدينا؟
يلا يا يوسف، ايه الميزه اللي كانت بتميز الاصدقاء الثلاثه؟ ان هما كانوا مع بعض دايما. برافو عليك، كان بيميزهم الاتحاد والقوه والمحبه. برافو عليك. طيب كيف تغلب الاسد على الثيران الثلاثه يا جوليانا؟ جوليانا نبيل، الله، قولي لي يا جوجو، الاسد ازاي اتغلب على الثيران الثلاثه؟ هو دلوقتي راح قال لهم صراحه كده انا هاكلكم النهارده؟ لا. عمل ايه؟ ازاي قدر ينتصر عليهم؟ اقنع الاول الاحمر والاسود على الابيض. ما هو بقى الحاجات كلها اللي هو عملها دي اسمها ايه؟ اسمها بالحيله والخديعه. اسمها بايه؟ بالحيله والخديعه. بالحيله والخديعه. برافو. طيب عايزين، ما رايك بموقف الثيران الثلاثه؟ ادم. نعم يا ابني. يلا يا دومي، قول لي ايه رايك في موقف الثيران الثلاثه ده؟ موقف كان صح، خاطئ، ولا موقف سليم؟ انا سليم. موقف سليم. تصرف سليم بتاع الثيران الثلاثة ان هم يخونوا بعض ويسمحوا للأسد ان هو يا يوسف بعد إذنك، أنت جاوبت تديله فرصة يجاوب بعد إذنك. إيه تاني؟ يلا يا آدم، قول لي يا آدم، بص حبيبي، إحنا قلنا إن التصرف بتاع الأصدقاء الثلاثة كان تصرف خاطئ، هم أخطأوا لما سمحوا للأسد ان هو يفرق بينهم، صح؟ ليه هو تصرف خاطئ؟ لان هم وثقوا في الاسد، والمفروض ان هم ما يكونوش يحطوا ثقتهم في الاسد. برافو يا ادم. عايزه احوط الاقوال والامثال التي وردت على لسان الاسد. احمد حامد. ايه يا تيتشر؟ قول لي يا حبيبي. انا إيه عايزه الاقوال، الاقوال اللي اتقالت على لسان الاسد. بص كده، تعالى نجيب اول صفحه. قول يعني معناها ان هو محطوط بين قوسين، طالما هو قول خلاص. انا عايزاك تقول لي في اول صفحه فين الكلمات اللي موجوده بين قوسين. الكلمات اللي قالها الاسد، في مقولات كده، اقوال او امثال قالها الاسد. تعالى كده شوف في السطرين دول كده فين الاقوال. احنا قلنا اقوال يعني هتبقى محطوطه بين قوسين. الكسرة تتغلب على الشجاعة. برافو عليك، في واحدة كمان جنبها على طول. وفي اتحاد قوة. برافو عليك. انت مين اللي كان بيجاوب؟ احمد حامد صح؟ ايوه. شاطر يا حماد. طيب حبيبي السؤال التاني. يلا نكتب الاجابات بقى اهي، صوروا الصفحه دي، ودي هنكتبها في الكتاب في الجزء اللي احنا طبعناه. الكتاب لو ما وصلش لحد يوم الخميس ان شاء الله هخليكم تطبعوا الوحده الثانيه علشان هنبدا فيها من الاسبوع الجاي. ابلة. نعم يا روح الابلة. نعم. هو انا اخد الكتاب من صاحبتي. خلاص حبيبتي، طالما معاكي الكتاب خلاص. انا بقول اللي معاكي. ماشي ماشي. قبل واخده كتاب كده من صاحبه ماما، فانا مش تبع. مش تبع اللي معاه الكتاب. اللي معاه الكتاب قبل هيكون عندنا امتحانات. اسمعوني بس لو سمحتوا، خلينا نتكلم في اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. اللي معاه الكتاب خلاص، انا كلامي للناس اللي معهاش الكتاب وطبعت الوحده الاولى. اللي طبع الوحده الاولى لو اخر الاسبوع ما استلمناش الكتاب هقول لك اطبع الوحده الثانيه. تمام كده؟ اهي نبدا بقى الصفحه دي. لماذا ذكر الثور الاسود الثور الابيض ولم يذكر الثور الاحمر؟ احنا قلناها في اول مره، بس ثانيه واحده عشان انا لازم الغي الشير بتاعكم وارجع اشيره لكم تاني من الاول. ضيعتولي
الكتابه اعمل فيكم ايه؟ اعمل فيكم ايه؟ ظهر عندنا الصفحه كده. يا ابله يلا حبايبي، لماذا ذكر الثور الابيض ولم يذكر الثور الاحمر؟ ليه يا ردينا؟ رودي نامت رودي. نعم يا ابله معلش. يلا يا رودي قولي لي، ليه الثور الاسود ذكر الثور الابيض وما قالش انا اكلت يوم اكل الثور الاحمر؟ ليه قال الابيض وما قالش الاحمر؟ احنا قلناها واحنا بنشرح. علشان هو اول حاجه قالها كان عايز الثور الابيض. لا مش كده الاجابه، اسمعيها يا دودو كده. تالي عارفه الاجابه؟ لان اوكي ماشي ما بعرف. يلا قول يا توتي. لانه الاسد قال انه ياكل، انه لانه الاسد من اول شيء. اغششكم انا وما تقولوش للولاد ان انا غششتكم. بصوا ليه؟ لان هو اول ثور اتاكل، لو الاسد ما كانش اكل الثور الاول ما كانش هيقدر ياكل الثاني، ولا كان هيقدر ياكل الثالث، كانوا هيفضلوا كلهم متحدين مع بعض وما كانش هيقدر عليهم. لكن بمجرد ان هم سمحوا له ان هو ياكل اول واحد فيهم، معنى كده هو اللي خلاه ياكل الثاني والثالث. تمام كده؟ احنا سامعينك يا ابله. طيب ما العبرة المستفادة من القصة؟ عايزة بقى ولد، عايزة ولد. فين الولاد؟ أنا. مازن، مازن ما سمعتش صوتك النهاردة خالص يا مازن. مازن نعم. يلا يا مازن، استفدت ايه من القصة دي؟ ان القصة تتخلب على الشجاعة. برافو عليك، الكسرة تتغلب على الشجاعة. وإيه كمان يا يوسف؟ والاتحاد قوة. برافو عليك، وإن الاتحاد قوة. شطار حبايبي. نسيب اللي في إيدينا ونركز شوية عشان ده أهم حاجة في الدرس. لما أخدنا كده من كام يوم لو تفتكروا، أخدنا التعبير الحقيقي والتعبير الخيالي، وعرفنا ان التعبير الخيالي ده يعني ايه؟ يعني بنشبه حاجة بحاجة. طيب يعني ايه يا تيتشر؟ يعني لما قلنا الام كالمصباح، وقلنا ان احنا دلوقتي مين اللي احنا شبهناه؟ الام. يبقى الام دي اسمها المشبه. اسمها ايه؟ المشبه. المشبه. طيب احنا شبهنا الام بمين؟ اسمعوني بقى، الام شبهناها بمين؟ بالمصباح. يبقى المصباح ده المصباح. المصباح اسمه المشبه به. اسمه ايه؟ المشبه الام. المشبه به المصباح. فين اداة التشبيه؟ اداة التشبيه هي حرف الكاف، ك. الام كالمصباح اللي هو حرف الكاف. طيب لما نقول الجندي كالاسد، عايزه اختار حد يساعدني. بس الجندي. بس مريم محسن. نعم يا تيتشو. اوعي تنامي يا مريم واحنا شغالين. قولي لي يا مريومه يلا، لما نقول مريم اقعدي في حته لوحدك بعد اذنك حبيبتي، اقعدي في مكان لوحدك يا مريم. أنا قاعدة لوحدي. طيب يا مريومة قولي لي، لما نقول الجندي كالأسد، فين المشبه يا مريم؟ مريم اقفلي يا مريم، اقفلي يا مريوم. يوسف ويوسف يوسف الثاني ما جاوبش صح؟ يوسف محمود. سيتش انا ما جاوبتش. وياسين فين ياسين؟ عايزه ياسين الاول.
أبلا أنا. يلا ياسين قولي، لما نقول الجندي كالأسد فين المشبه ياسين؟ الجندي. برافو عليك. فين أداة التشبيه؟ كلب. كاب. برافو عليك. مايفن. نعم يا أبلة. قلنا الجندي كالأسد المشبه هو الجندي، وأداة التشبيه الكاف. طيب فين المشبه به يا مايفن؟ الأسد. برافو عليك الأسد، شطورة. طيب أستخدم أحد الأقوال هنا بقى. الثيران كأصابع اليد الواحدة. عايزة حد يستخرج لي المشبه وأداة التشبيه والمشبه به تسبيح. يلا تسبيح. فين المشبه يا بنت التسبيح؟ فين المشبه؟ لما نقول الثيران، الثيران كأصابع اليد الواحدة. كأصابع اليد. دي ايه، المشبه ولا المشبه به؟ المشبه به. برافو عليكي. ومين المشبه يا تسبيح؟ الثيران. شطورة. وأداة التشبيه معروفة هي حرف الكاف أهو. يلا. طيب أستخدم أحد الأقوال الآتية في موقف مناسب وأذكره أمام زملائي. الكثرة تغلب الشجاعة، في الاتحاد قوة، وأكلت يوم أكل الثور الأبيض. إحنا أخذنا مثال للاتحاد قوة وقلنا أن لو مجموعة من طلاب الصف الأول مقابل طالب من الصف الخامس اتحدهم هيخليهم يفوزوا عليه. اتحد عدة طلاب من الصف الأول واستطاعوا الفوز على لاعب في الصف الخامس في لعبة شد الحبل. طيب هنا تفرقت الثيران كتفرق الرماح فانهزمت من الأسد. الرماح اللي هو السهم اللي بيرموه في الحرب ده، فمجموعة من الأسهم في إيدينا وإحنا رميناها، كلهم هيروحوا في مكان واحد ولا كل رمح هيروح في اتجاه؟ كل واحد هيروح في اتجاه. فهو شبه تفرق الثيران لما كل واحد منهم راح في ناحية ما بقوش متحدين مع بعض، كأنهم مجموعة من الرماح ايه تفرقت. عايزة جنى شريف، سألتك النهاردة؟ عايزة؟ لا يا أبلة. طيب يلا يا جنى قوليلي المشبه هنا يا جنى. تفرقت الثيران كتفرق الرماح. عايزة المشبه يا جنى. ازاي يعني؟ مش فاهمه انا. انت فهمت الدرس يا جنى ولا لا؟ انا فهمت، انا عايزه اسمع الجمله، هي السؤال. يا حبيبتي تفرقت الثيران كتفرق الرماح. انت مش فاتحه كتاب الرماح جنى؟ انت فاتحه كتاب؟ انا فاتحه الرماح. طيب. لا غلط يا جوجو، استني اسمعي زمايلك وانت هتعرفي الاجابه الصحيحه. جورج حمدي، تعرف يا جورج الإجابة؟ ما سمعتش السؤال كويس. على فكرة أنا بزعل قوي من كلمة ما سمعتش السؤال دي، لأن المفروض أن أنتوا السؤال معروض عندكم أصلا، المفروض أن أنتوا فاتحينه وأن هو ظاهر قدامكم أهو. السؤال أهو، شايف الشاشة ولا مش شايفها؟ شايف. انا اهو حبيبي، انتوا بتجاوبوا بالسمع ولا انتوا فاتحين الكتب وشايفين الشاشه ومتابعين؟ اصل يقول لي ما سمعتش، انا متخيله ان هو نايم ومتغطي ومش في دماغه حاجه خالص، بس حاطط سماعات في ودانه ولا باصص في ورق ولا باصص في شاشه. اقرا حبيبي اللي عليه الدور. فين اللي عليه الدور هنا؟ تفرقت الثيران. الثيران كتفرق الرماح. كتفرق الرماح. عايزة المشبه. ها. طيب انت مش عارف يا جورج صح؟ صح. انا عايزة اريا، انت النهاردة مش بتجاوبي خالص يا اريا، مش بتردي علينا خالص.
أريا وأسيل، البنات الحلوة دي فين؟ أسيل وأسيل فينكو؟ وأيتن جيسيكا كرم التيتش. ماشي، أنا عايزة بس اللي مش رافعين لي إيديهم دول ولا بيردوا ولا بيتكلموا، أريا وأسيل وأسيل وأيتن، أنتوا معانا ولا نايمين؟ طيب يلا يا جيسيكا. تفرق الثيران. تفرقت الثيران، برافو. ماله بقى؟ ده المشبه ولا المشبه به؟ المشبه. المشبه، برافو عليكي. وايه أداة التشبيه يا جوجو؟ سهلة دي، أداة التشبيه أسهل حاجة. كاف. وفين المشبه به؟ أصابع اليد الواحدة. لا، فين أصابع اليد دي؟ احنا تحت يا ماما. تفرقت الثيران كتفرق الرماح. الرماح. لا، عارفة الرماح ازاي؟ واحنا شبهنا تفرق الثيران بالرماح نفسها ولا بتفرق الرماح؟ تفرق الرماح. يبقى كتفرق الرماح. صوروا الصفحة دي يلا. انا سمع صوت مزعلني. قبلها هي تفرقي صح؟ كتفرق الرماح. كتفرق الرماح. تفرقت الثيران ده المشبه، كتفرق الرماح ده المشبه به. عايز اصور. ثانية واحدة. صفحة؟ لسه ما فيش شايفين السيشن. لا لسه ما فيش حاجة. طيب. لا خلاص 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 خلاص. ما أنا لسه بفتحها والله أهو، اصبروا بس. ظهر عندنا صح؟ ظهرت. اه يلا اهي الصفحة. اخدتها سكرين شوت. تمام، خلي بالكم الجدول حصل فيه تغيير النهاردة. ماشي، احنا عارفين. انا بكرة عندكم الحصة التالتة. طب قبل وبعد بكرة الرابعة وبعد الثالثة. نعم. هو الجدول الجديد هيبعتوه على الجروب؟ هيعدلوا فيه شوية حاجات بس وبعدين ينزلوه لكم على الجروب ان شاء الله. طيب شكرا. خلاص كلنا صورنا كده الصفحة. اصلا انا جالب الجدول الجديد. ممكن بعد دي شافني يا تيتا، احنا قلقت جدول كتير. للمرة المليون مفيش حد يتكلم من غير اذن. دي حاجة متعبة بالنسبة لكم ان انا اقول ما تتكلمش من غير اذن. خلاص ادونا 5 دقايق نعمل مسابقتنا وبعدين هسيب لكم شوية وقت كده 3 دقايق اشوف اللي عايز حاجة. يلا نعمل مسابقتنا. 4A و4B اتعادلوا البنات والولاد، 4C البنات فازوا على الولاد. لما نشوف الحلوين بتوع هنا بقى هيعملوا ايه. عايزة الاول بنت بنوتة. أسيل. أسيل ما انت ظهرتي اهو يا أسيل، امال لما كنت بسألك ما كنتيش بترفعي ايدك ليه؟ يلا يا أسيل. ماما تيتشر. قولي لي ما المشكلة التي واجهت صانع القماش؟ أسيل. ممكن أنا؟ على فكرة أنا سألتي أسيل، اسمك أسيل؟ ما اسمكش أسيل صح؟ اسمك يا أسيل. أنا ما كنتش موجودة في اليوم ده. إزاي يا أسيل؟ أنت كل يوم حاضرة. أنا أسيل. ما حضرتش الحصة من أولها. ماشي يا أسيل. رماس. نعم يا تيتشر. قولي يا رماس، إيه هي المشكلة اللي واجهت صانع القماش؟
لا لسه ماما ثانية. لما هو راح هو عمل في السنة أقمشة كتير، عشان هو بقى راح عند المراكب عشان يبيع، فلقى إن في ناس سبقوه وراح يبيعوا لأصحاب المراكب. يبقى إيه هي المشكلة؟ إن في تاجر آخر سبقه في بيع إيه؟ الأقمشة. الأقمشة. عايزة ولد. ياسين أنت جاوبت النهاردة؟ أيوة يا تيتشر أنا جاوبت. طب خلاص اسكت بقى خالص خالص، مسمعش صوتك خالص. ماشي. ماشي. عسل يا ياسين انت. عايزه ولد بقى ما جاوبش النهارده. محمد فتح الله. محمد. ايوه يا ابله. بص حبيبي، انت ماما سالت ان ليه انت جاوبت وصورتك ما اتحطتش في الشجره. احنا اتفقنا يا محمد ان احنا الشجره دي بنختار 8 كل اسبوع، صح يا حبيبي؟ يوم الخميس دول اللي صورتهم بتنزل. انت لو صورتك ما نزلتش الاسبوع ده والاسبوع اللي فات يبقى اكيد هتنزل الاسبوع الجاي. كل اسبوع بنختار 8، لكن انك جاوبت وصورتك ما نزلتش احنا بنعمل مسابقه كل حصه علشان تجاوبوا الاسئله بتاعه المراجعه، وكله بيجاوب، مش هنحط كل الصور دي مره واحده، صح؟ تيتشر انا نزلت. ياسين بعد اذنك اقفل المايك، انا بكلم زميلك، يبقى احتراما ليا وليه ان انت تسمع احنا بنقول ايه، صح؟ صح. يلا قول لي يا محمد، عرفت كده حبيبي ليه الصوره بتاعتك ما نزلتش الاسبوع ده؟ عرفت. ان شاء الله الاسبوع الجاي لما اخد اسمك ضمن الاسماء بتاعه الشجره صورتك هتنزل وهتنورها ان شاء الله. قول لي يا حمودي، لو كنت مكان صانع القماش ماذا تفعل؟ هتعمل ايه لو كنت مكان صانع القماش ده؟ كنت هعمل مكان وابيع فيه. يعني انت كده هتفكر في حل اخر، صح؟ برافو. يعني افكره في حل اخر واعوض به خسارتي. برافو. عايزه بنوته. ريتال. في الريتال. ايوه يا تيتشر. يلا يا توتي قولي لي، ما رايك لو استسلم صانع القماش للمشكله، ده هيكون تصرف خاطئ ولا تصرف سليم؟ تاني عشان ما سمعتش كويس. لو صانع القماش استسلم للمشكلة بتاعته، لو هو استسلم للمشكلة وقعد حزين كده برأس ماله اللي ضاع عليه وبالبضاعة بتاعته اللي موجودة معاه ومفكرش في أي حل تاني، ده تصرف خاطئ ولا سليم؟ خاطئ. خاطئ. طيب لو هو اتصرف التصرف ده يا توتي، هو كده سيصبح غنيا أم يظل فقيرا؟ فقيرا. برافو عليك، يظل فقيرا. عايزة ولد. باتريك. أيوة تيتشر. قول لي يا باتريك، أخدنا حبيبي إن في كلمات بها حروف تكتب ولا تنطق، فاكرهم؟ أيوه. طيب أنا نسيتهم، ممكن تشرح لي بس كان فيهم حرف ألف كده أخدناه في الأول بس أنا نسيته، ممكن تشرحه لي؟ إيه الألف دي؟ ألف دي بتيجي فين وليه مش بننطقها واسمها إيه؟ اسمها الألف ال بتأتي بعد ايه طيب يا باتريك؟ بعد الراء. لا واو. خسرت وخسرت فريقك، والبنات هم اللي فازوا. لو بنت اللي جاوبتها يبقى البنات هم اللي فازوا. كنت تسأليني انا. لا 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 لا. حرف الواو. محدش يتكلم. عايزه بنت من اللي رافعين ايديهم تكون واثقه من الاجابه. ها يلا يا جيسيكا. الواو والفاء. بصي حبيبي، الواو والفاء دي لما تاتي قبل ايه؟ الف ايه؟ اسمها الف ايه اللي لما تاتي قبل الف ايه اللي لما ياتي قبلها الواو والفاء لا تنطق، اسمها همزه ايه؟ ها جيسيكا، احنا قلنا ألف مد. لا خسرتي كده، متعادلين. ها عايزة ولد بقى. محمد فتح الله، تعرف تقولها؟ ماشي. ها احنا قلنا ان في ألف خدناها أول واحدة أول حالة خالص
وقلنا ان الالف دي تكتب بعد حاجه ولا تنطق، بتاتي في اخر الكلمه وليها اسم، اسمها الف ايه؟ مين يعرف يحلها لي؟ انا تيتشر. يلا يا ريم. انا تيتشر. انا والله تيتشر. انا تيتشر. انا بعد واو الجمال. متهيألي انا قلت قولي يا ريماس، يبقى ما تسمحش لنفسك ان انت تجاوب بعد ما انا اخترت اسم بنت، تجاوب من غير ما تسألني. يلا. نعم يا تيتشر. اسمها الف فصل. لا، الف الوصل دي اللي احنا كنا بنشرحها دلوقتي، اللي هي بتاتي بعد الواو والفاء وبعدين مش بننطق، بس انا قصدي على الف بتاتي في الاخر خالص، في اخر الكلمه وبتيجي بعد الف الشمس. لا، مروان تعرفها؟ تيتشر انا بعرفها. ايوه تيتشر انا اعرفها. طب قول يا مروان. اللام الالف المتفرقه اسمها الف التفريق. برافو عليك. الف التفريق. برافو. طيب احنا معلش للاسف الحصه خلصت، الوقت جري مننا بسرعه، وكده انتوا برضو متعادلين. شطار حبايب قلبي. حسن. الحصه